السلام عليكم. اليوم راني في المارينا الجديده اللي راهي قريب تستعمل، يعني في قرب من ميناء الجزائر العاصمه، واللي جايه في منطقه الصابلات. وهذه المارينا هي تتكون من 3 اجزاء، رانا في الجزء الاول ومن بعد نديروا فيديوهات على الجزء الثاني والجزء الثالث من هذه المارينا، لانها كبيره جدا. والان نشوف يعني واش دار يعني لهذا البيطون امبريمي اللي راه اغزى كل المشاريع نتاعنا في كل مكان في كل الولايات. والله كارثه هذا البيطون امبريمي، فيه يعني انابو نتاع الاستعمال، اكثر نتاع الاستعمال نتاع البيطون امبريمي هذا في كل مكان. وهو والله العظيم النتيجة نتاعو إذا كان مستعمل بطريقة جيدة وفي متقونة يعطي نتيجة، أما إذا كان هكذاك برك والله الله المستعان. يعني الملاحظة الثانية هي أنه غياب الإخضرار والأشجار والتشجير، وهذه عامل يعني عائق كبير، يعني نقطة سوداء في العقول الجزائريين، وخاصة المسؤولين وأخص المسؤولين منهم، أنه غياب التشجير والمساحات الخضراء والعشب الطبيعي. والله شيء رهيب في هذه الفضاءات، خاصة الفضاءات من هذه اللي تستقبل عائلات وتستقبل يعني الناس من كل الأعمار، لازم تكون فيه أماكن للظل، يا إما تكون أشجار تخلق الظل وتخلق الأكسجين، أو تكون فيها دي زومبريير، اما مناطق يعني دي بيرغولا يكونوا فيهم معمولين بالخشب وكذا، ويوفروا الاماكن للظل وكذلك اماكن للاستراحه. وهنا اظن انه الامور هذه ستاتي فيما بعد، لان هذه المارينا او هذا الميناء يعني تاع البليزونس تاع السياحي هذا راح مازال ما اكتملش 100%. لكن من ناحيه التصميم والهندسه المدنيه تاعو، يعني من قضيه تثبيت الارضيه، لانه هذا الميناء هذا ندار فوق المياه تاع البحر، كانت مساحات كبيره يعني ربحناها على حساب البحر. اذا فيه يعني تثبيت للارضيه يعني جيد، والاعمال يعني الهندسه المدنيه نتاع يعني الحواجز المائيه وكذا، العمل جبار ندار، يعني والتصميم تاع الميناء جميل جدا. تبقى قضيه لي فينيسيون وقضيه الغلاف لي روفيتمون شوازي بور لي زيسباس هادو، سيرتو لي زيسباس دو سول هادو، لازم يعاد النظر في هذا لو بيتون امبريمي هذا. الميناء كبير جدا وفيه اماكن يعني كشواطئ صغيره، ممكن يعني فيما يخص التبليط تاع الارضيه، ممكن في المستقبل يزيدوا يديروا ارضيه جديده. هنا نشوف بعض الاماكن فيهم البافي شيء جيد، اماكن قليله اللي فيها البافي، 80% من المساحه تاع الارضيه هي كلها بيطون امبريمي. وهنا نشوف البافي. في الفيديوهات القادمه نتزيد نتكلم على الجزء الثاني اللي راه الاشغال فيه ما زالت، وكذلك الجزء الثالث نتاع الميناء هذا. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.